عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة. أوبلا. عسلامة، مرحبا بكم. أنا مجدولين من إيغلانتين. اليوم بحذية في اللابو متاعي باش نخدموا مع بعضنا كريم فويتي. تتكون من برشا حاجات محليهم طوى نسميهم لكم وتشوفوهم. الكريم هذي صالحة لبرشا حاجات في البدن. الفيتو ترطب الشعر، ترطب المرافق، تنحي السشوريس من اليدين، تقوي الظوافر، تنحي الشقوق من الساقين. تنجم تعمل بها مساج للبدن كامل. الكريم هذية ملتي فيتاميني، مسميتها انا كريم فيوتي ملتي فيتاميني. باش نبداو توا مع بعضنا، الكريم نتاعنا تتكون من البير دو كاليتي بيو. بيو كريم بير دو كاليتي بيو، تتكون من ويل دو نوا دو كوكو، معناها زبدة الشيا وزيت جوز الهند، من زيت الجوجوبا، ومن زيت الأرغان، وأيضا من زيت الأفوكادو. زيت الأفوكا اللي فيه 9 فيتامينات، ومن فيتامين أو، ومن بير دو كاكاو. بير دو كاكاو، البير دو كاكاو كاسحة برشا ويابسة برشا. هنشوفوا كيفاش تعاركوا معاها باش نهزوا الكمية اللي حاجتنا بها. اليوم حبيت نعملكم لايف. أنا العادة كنت نعمل كان فيديوهات نصورهم ونسجلهم. اليوم حبيت نعملكم لايف باش تشوفوا معايا الكوان اللي نخدموا فيه، باش تشوفوا بعينيكم كيفاش نحطوا لي برودوي الكل في وسط الكريم نتاعنا، باش بعدين كيف تشوفوها تقول اه نعرف هذه الكريم فيتي ملتي فيتاميني اللي شفتها في اللايف. دونك مرحبا بكم. سامحوني انا ما نجمش نقرا الاسامي خاطر باش نبدا مركزه بعد شويه. اميره مرحبا، بونجور، مرحبا بكم. باش نحاول نركز ونحكي معاكم ان ميم طون، نحاولوا نعيشوا مع بعضنا الاجواء. بسم الله. عندنا هنا لافيش اللي فيها لي ميزور كلهم. دونك باش نبداو بسم الله بالبير دو كاريتي. باش نعمل كونتيتي صغيرة برشا على خاطر جيست على خاطر الفيديو. البير دو كاريتي عملت لكم فيها فيديو، فيها برشا منافع. هبطت على الجروب وهبط على الباج زادا. اللي يحب يشوفه على الجروب يلقاه، واللي يحب يشوفه على الباج إيغلانتين ناتور يلقاه. لي برودوي نتاع إيغلانتين ناتور كلهم يتباعوا. سواء تحبوا تكلموني على التليفون 92 227 397، او على الميسنجر نتاع سواء نتاعي انا مجدولين صدود والا نتاع إيغلانتين ناتور. وكان تحبوا تدخلوا على السيت ويب، في السيت ويب تلقى لي دوني كلهم وتشري اونلاين. نعاود نذكر اللي احنا اليوم نخدمه في بالبير دو كاريتي، نعمله في الكريم فيوتي. احنا رانا نخدمه بالنص ملي جرام بري، مش بالملي، معناها باقل من ملي. هذه البير دو كاريتي قاعدين نوزنوا فيها توا. اللي يحب يتعلم كيفاش يصنع الحاجات هذوما كلهم، انا راني نعمل لي فورماسيون، يتصل بيا على التليفون ونعلمو وقت اللي فما فورماسيون اون ليني. هذه نعاود نقول اللي هي بير دو كاريتي بيو. خدينا الكمية اللي حشتنا بها هوني. توا باش نزيدو عليها الويل دو نوا دو كوكو. الويل دو نوا دو كوكو الفوائد متاعو كبيرة برشا على البشرة. هو مغذي ومرطب.
الويل دو نوا دو كوكو يلزم الكمية بالمليغرام. القوة في اللي برودوي هذوما اللي نسمعوا فيهم هي البريسيزيون تاع الكميات. ما اذا كان تحط حاجة اكثر من حاجة تجي معقل الكريم. دونك الفورمول هي اهم حاجة. انا ما نخبي شيء على كليوناتي. كان لي بورسنتاج بيان سور. دونك حتى في السيت ويب بتاعي وقت اللي تحب تشري من عندي ان برودوي باش تلقى الكومبوزيسيون تاعو، باش تلقى الكومبوزيسيون بالليمو تكنيك. وطبعا مش الناس كلها تفهم الكومبوزيسيون اللي بالليمو تكنيك، هذاك علاش انا نعمل تحتها نفسر كل وحده شنو معناها، شنيه مع اسمها في الحياه العاديه وبالضبط لشنو تصلح. فوالا هذه كميه الويل دو نوات كوكو كملناها. كمية ثانية كملناها. توا باش نتعاركوا احنا والبردو كاكاو. البردو كاكاو هي اللي يابسة برشا، يابسة برشا البردو كاكاو. باش نتعاركوا احنا وياها. اطح ها بزهر، لقينا طريف مقصوص. شوفوها البردو كاكاو عنا بل. ريحتها شوكولاته. نحط شويه كهو، حاولوا باش نجيبوا الميزان قد قد. تسمعوا فيها ولا لا؟ كان تسمعوا فيها عملوا لي ابتي بوس. كان تسمعوا فيها عملوا لي ابتي بوس، خاطر البارح قالوا لي صوتك ضعيف شويه، اليوم هاني نعيط نصيح. هكا كملنا البردو كاكاو، كملنا البردو كاريتي، وكملنا النوات كوكو. تو هذوما باش نشعلو لهم هنا بحذانا اوبا ونقصوا على الغاز. ما نجموش نسخنوهم باش ما يخسروش الخصائص نتاعهم، باش نحطوهم في ماماري هكا شويه كهو مش برشا جوست يذوبوا. ما يلزمش يفوتوا درجه الحراره 40 درجه باش يقعدوا محافظين على الفيتامينات اللي فيهم. الويل دو نوات كوكو يذوب في 25 درجه، البردو كاكاو اللي يابسه برشا هذيك تذوب في 34 درجة، البور دو كاريتي هي اللي توصل لل 40 درجة. دونك هذاك علاش احنا نقصولها ونحطوها في باماري بشوية. اونترو طون احنا باش نحضروا الزيوت الاخرين اللي هما سوائل. باش نبداو دونك بالويل دو جوجوبا. الويل دو جوجوبا هذه الويل دو جوجوبا فييرج، شفتوه ويل دو جوجوبا فييرج. باش نحطوا الكمية اللي حشتنا بها. كما قلت اليوم نصنعوا في كريم فيتي صالحة للجسد كاملا، للوجه، للشعر، للظوافر، للمساج، لليدين الشايحة، للتشقق في الأقدام، صالحة للبدن كامل. تجم تعمل بها ماسك للشعر كما تجم تعمل بها باندويل كان تحب قبل ما تدوش. الحكمة هي في الكمية متاع كل نوع من الزيوت هذوما اللي باش نحطوه. فوالا، خاطر كيف نكثروا ما تجيش الخلطه صحيحه.
هذايا حطينا حطينا الويل دو جوجوبا. تو باش نحطوا الويل دارغان. الويل دارغان هذايا الويل دارغان فيرج. ويل دارغان فيرج سلعتنا كلها دو كاليتي، يا اما فيرج ولا بيو. هذه العود اللي قاعده نحط فيها هنا باش ما تغلبنيش، خاطر يلزمني بالمليغرام العود اللي نحطه هنا باش ما تغلبنيش الصب، باش كيف نصب يهبط كان معاه بشويه كهو، خاطر يلزم برشا قياس. مازالو تويكا 0.02 نحطو هكذا. هذه هي الكمية اللي المفروض نحطوها. بس نعاودو، حطينا هنا في الباماري البردو كاريتي ديو، حطينا الويل دو نوات كوكو، وحطينا البردو كاكاو، وهوني حطينا الويل دو جوجوبا والويل دارغان. حطينا الويل دو جوجوبا والويل دارغان، توا مازال الويل دافوكا. L'huile d'avocat, c'est une huile très précieuse. شنو الفرق بين vierge ou bio؟ حوت عليك. Vierge هي العصرة الأولى. العصرة الأولى كما نقولوا الويل دوليف فيرج، يعني نقولوا احنا بلغتنا في صفاقس ما نعرفش كيفاش يقولوا زيت نضوح، يعني فيرج أول عصرة الأولى بالكل، هذاك اش معناها فيرج. والبيو هو انه وقت اللي زرعوها النبته ما حطولهاش برودوي شيميك، كيف يحبوا يقويوها يحطوا لها كان الغبار نتاع الحيوانات، ما يحطولهاش هكا البرودوي شيميك بالكل بالكل، وما يداويوهاش بالبرودوي شيميك هكا الفشفشات. هذاك اش معناها بيو؟ بيو معناها هي كيما خلقها ربي، ما فماش تدخل نتاع مواد كيميائيه. باه الافوكا، الأفوكا سي اون ويل تري بريسيوز، قلت فيها 9 فيتامينات، باهية برشا للبشرة وللشعرة. البنات اللي مانيش مركزة وما نجمتش نجاوبها توا، شنو تعملي؟ باه اللي ما نجمتش نجاوبها توا راني بعتالي بعد ما نكمل اللايف نجم نجاوبكم باريكري على الاس ام اس. شنو تعملي؟ نعمل في كريم فيوتي تصلح للجسد كاملا، للشعر للوجه لليدين للساقين، تنحي التشققات تنحي الشياح، تنجم تعمل بها مساج، تنجم تنحي لك هاك لي بوان اللي بداو كحل هنا في المرافق ولا في الركيب، تغذي البشره تغذي الشعره، تنجم تعمل بها باندويل قبل ما تدوش، كيما تنجم تحط منها شويه في يدك وتعمل هكا تدهن بها شعرك على الاطراف المتقصفه. اسمها كريم فيوتي ملتي فيتاميني، خاطر فيها برشا فيتامينات. منين نجمو نشريو؟ مرحبا بكم عزيزة. الويل دارغان منين نجمو نشريو؟ الويل دارغان فيرج في سيرفوكلي انا نبيع. باه خلينا نركز معاكم شوية، صبيت منه هذا. باه سامحوني شوية برك يلزمني برشا تركيز. لي كريم راهو هما في صنعهم ساهل، لكن الحكمه كلها في كميه الزيت اللي باش تحطوا. نعاود لكم، حطينا البردو كاريتي بيو، حطينا الويل دو نوات كوكو غافيني، حطينا البردو كاكاو، حطينا الويل دو جوجوبا فيرج، حطينا الويل دارغان فيرج، وحطينا الويل دافوكا فيرج. دونك الكميه هذه كملت، باش نحطوا لها تويكا لا فيتامين او. لا فيتامين او ولا لو فيتامين او عاد باش نهزو نفرو. شفتوا الوين فيتامين او؟ فيتامين او دونك
الفيتامين او ما نجموش نستعملوا فيها برشا، الكميه ديما يلزمها تكون محدوده، خاطرها اذا كانت كثر منها تنقلب الى الضد. هذا قلنا ما نحطوهش ياسر يسخن ديجا ذاب كله، يلزم فيسعه فيسعه نحيوه من الماء السخون. سائل حطوه يبرد شوية، نحيو المسخون من بحذانا. عنا ديما كيف نبدأ نخدمه، عنا الترمومتر يلزم نثبته من درجة الحرارة متاع الزيوت متاعنا قديش. كارون تروى يلزم نستناوها تبرد شويه باش نجمو نخلطوها مع هذايا البارد. هذوما توا يبردوا شويه ونخلطوهم مع بعضهم، اونتر طون باش ناخذوا لاميدون نعرفوه اللي هو باش ما يخليش هيك الاحساس بالزيوت، ينقص شويه من الاحساس بالدهون. كما قلت الحكمه في هذوما هي في الكميه نتاع الحاجات اللي تحطها، قديش البورسنتاج اللي باش تحطو. نتعاملوا رانا بصفر فاصل صفر مليمتر، ملي جرام مش مليمتر، ملي جرام. اليوم حبيتكم تشوفوا كيفاش نعمل المرحلة الأولى من صنع الكريم فيلتيه هذية، حبيتكم تشوفوها معايا اون ديريكت لمصداقيتي. حكيف نقولكم راهو حاجة فيها كريم فيها بردو كاريتي، هاكم ريتو بعينيكم كمية البردو كاريتي اللي حطيناها مش شوية، تبارك الله بخيسك الصحفة هذية معبية. قلت لكم الويل دو نوا كوكو، وشفتوا قداش حطينا ويل دو نوا كوكو. قلت لكم الويل دو جوجوبا، الويل دارغان، والويل دافوكا، والفيتامين او، والبرد كاكاو، هذو الكل حطيناها فيها باش تعرفوا قيمه هالبرودوي اللي باش تاخذوه. هاكم تشوفوا على عينيكم ما حطينا حتى شيء من البرودوي شيميك، حتى نوع من البرودوي شيميك ما حطيناه، الكلهم دي برودوي ناتيرال. فما جلا نار معانا، مرحبا بيك. فما اشراق، مرحبا بيك. فما وسام، مرحبا بيك. شكون ما تغرليش بالبي اسماء جكروا، مرحبا بيكم، مرحبا بيكم الكل. جلا نار مستنسى عاد ديما تشوف وديما تحضر. بعث لي بتي بوز قدك شقرماطة. عنا هذية روح لافوكا، روح لافوكا، خاطر احنا قلنا اللي هي فيها الويل دافوكا اللي فيه تسعة فيتامينات باش نحطولها بعتالي كي تبرد روح لافوكا، على خاطر هي اسمها ملتي فيتاميني، فيتي ملتي فيتاميني. محليه بك القلوب، ميرسي. به هذوما توا الزيوت السائله وهذوما الزيوت الصلبه. اوكي توا باش نخلطوهم مع بعضهم. هذه جلا نار استعملت منها برشا الكريم فيوتي اللي ريحتها أبوكا، استعملت منها وشريت حتى ديكادول صحابها تلمو عجبتها. أنا ريتو البرودوي متاعي اللي نصنع فيه ما فيه حتى شيء برودوي شيميك، اللي تشوفوا فيهم الكلهم كيفاش الحكمة فيها هنا كيفاش باش تولي كريم، هي أنها باش تقعد 24 ساعة في الكونجيلاتور.
باش نغطيوها ونسكروها بعد ما نخلطوها بالباهي، باش نحطوها 24 ساعة في الكونجيلاتور. بعد ما تجمد في الكونجيلاتور باش نجبدوها ونركضوها حتى لين تطلع كيما البلون دوف، تولي كريم بلونش. الحكمة كيما قلت لكم فاش تجي راهي هي سهلة على الاخر، لكن الحكمة في الفورمول قداش باش تحط من كل نوع باش تجي البروبوزيسيون تجي الخلطة صحيحة. دونك هذا خلطناهم هكا. الفيتامين نعاود لكم البور دو كاريتي ديو، الويل دو نوا دو كوكو غافيني، الويل دو جاجوبا فييرج، الويل دافغان فييرج، الويل دافوكا، الفيتامين او، هذوما اللي حطيناهم مع بعضهم هنا باش نزيدوهم بعتالي في الاخر بعد ما يخرجوا من الكونجيلاتور باش نزيدوهم شويه نشا وروح الافوكادو. غدوه طبعا هبط لكم الفيديو، اما مش لايف، نهبط لكم فيديو على النتيجه اللي حصلنا عليها شنيه. طبعا هبط لكم في كومنتير تحت الفيديو هذا باش الناس الكل تشوفه. توا نجمو نقولو حطينا الكاريتي والكاكاو والكوكو والجوجوبا والافوكا والارغان والفيتامين او، حطينا الكاريتي والكاكاو والكوكو والجوجوبا والارغان والافوكا والفيتامين او باش نزيدو نحطو لها شويه نشا وروح الافوكادو. هذه هي تويكا الخلطه مريقله باش نحطها في الكونجيلاتور حتى ينتجمد، وبعتلي باش نخدمها ونكمل نصور الفيديو ونحطه لكم في الكريم نتاع شنو. ما شاء الله عليك اول مره نحضر في الديريكت، مرحبا بكم مرحبا بكم، ميرسي بيان ميرسي. الكريم نتاع شنو؟ الكريم هذه كريم فيتي ملتي فيتاميني، تصلح للوجه، تصلح لليدين، تصلح للساقين، تصلح للمساج، تصلح تعمل بها ماسك لشعرك، تاخذ منها شويه في ديك هكا، تعمل يديك هكا وتدهن بها الاطراف المتقصفه، والا قبل الدوش تنجم تعمل بها بندوش نتاع بندويل نتاع ساعتين من زمان قبل الدوش. سيتيون كريم هي صالحه لكل شيء، هكا تشوفوا ما فيهاش برودوي شيميك كيما قلت لكم على عينيكم. النظافه تشوفوا فيها اللبسه نتاعنا ايغلانتين ناتور، بوندويتنا امورنا واضحه. هذه تو باش نغطيها ونغلفها بالكدا. باش نحطوها في الكونجيلاتور حتى تبرد، خاطرها تتخدم وهي بارده. فيو لي ما نحطولهاش برودوي شيميك، دونك فهموني بالكدا البنات، رانا ما نحطوش كونسيرفاتور، ما نحطوش برودوي شيميك. علاش؟ تو تقولي انت علاش؟ اولا باش نحافظوا على بدننا وعلى شعرنا، وثانيا باش نحافظوا على البيئه. معناها شن تقولي انت شن دخل طرف كريمه في وجهي في البيئه؟ انت كي باش تغسل وجهك الماء اللي باش يمشي مو باش تشربوا الارض، الارض كي يبدا فيه برودوي شيميك تبدا تغسل في وجهك باك الصابون نتاع البرودوي شيميك، ما هو انت هكاك باش تساهم في تلوث البيئه. اما كيف تبدا تستعمل في برودوي ناتوريل ما تلوثش البيئه. باه سامحوني نجيب القص، نخليكم دقيقة واحدة نجيب القص ونجي. باه أنا علاش ما نحطش دي برودوي شيميك؟ علاش نقولوا أحنا؟ علاش ما نستعملش كونسيرفاتور في البرودويات نتاعي؟ الكونسيرفاتور راهو مضر بالبشرة، وراهو من كثر استعمال لي كونسيرفاتور راهو بعيد الشر علينا، ينجم يعمل كونسير دو بو. دونك احنا نحاولوا نستعملوا البرودويات الناتوريل لو ماكسيموم. ايغلانتين ناتور راهي ما تخدمش لي كونتيتي، معناها راهي ايغلانتين ناتور ما تخرجش بال1000 كعبه، يستحيل ما تخرجش بال100 كعبه. علاش؟ خاطر ما نحطش هيك البرودويات اللي باش يخليوهم يصبروا فوق الرف في وسط لي بارافارماسي، خاطر احنا البرودوي تاعنا كله فارماسيوتيك. دونك الماركات العالميه اللي يعملوا فيهم اللي في المعامل يحطوا لهم برشا برودويات اللي باش يخليوهم يصبروا، ما يفسدوش، ما يتغيروش، ما يوليوش سايحين.
باش يحافظوا عليهم. تبيعوا شهر هذا تبيعوا شهر جاي تبيعوا بعد 6 شهور هي تقعد ديما هكاك. احنا دونك نعملوا دي بتيت كونتيتي ما نكثروش اكثر من 10 كعبات في كل مره نحضروها وما نحطولهاش لي ايبيسيسور وهيك الكونسيرفاتور وهيك الحاجات. دونك لي برودوي نتاعنا كيف تشريها من عندنا تاكد كونه ما فيها حتى مضره ما تنجم كان تنفع. انت في جربه لا عزيزه انا في باردو لكن خصيصا للجربيات التحفونات خاطر انا راني مدام الحاج حمام من الماء وخصيصا للجربيات التحفونات نبعث لهم بلاش الفريدو ليفريزون. كيف تشري من عندي في اللايف هذايا بلاش فريدو ليفريزون نبعث لك جراتوي. اللي يحب يشري من عندنا 92 227 3 97 397 هذايا تليفوني والا عندك الباج نتاع ايغلونتين ناتور والا عندك السيت ويب نتاع ايغلونتين ناتور تدخل عليه وتختار اللي تحب انت وتقرا من شنو متكون وتبعث لي ومرحبا بكم مرحبا بكم الكل. انا تويكا باش نحط هذيا في الكونجيلاتور نرجع لها غدوه في الصباح ان شاء الله نخدمها ونريقلها ونحط لكم في الكومنتير النتيجه اللي تحصلنا عليها. توا تشوفوني كيفاش نكمل نخدمها وباش نلصق لها التيكي ونحطها في الكوك نتاعها ونصور لكم ونحط لكم الفيديو تلقاوها في الكومنتير تحت الفيديو هذا بالضبط. شرفتوني ومرحبا بكم وانا فرحانه برشا لي نتوما تشوفوني. البريم تاع الكريم اي والله هذه فاتتني اي لحظه برك نجيب لك البريم تاع الكريم. اوكي هيا بنوتي تسامحوني البريم تاع الكريم الحكه فيها 150 غرام تشدك عام كامل كان تحب ب 28 دينار و500 هذيا البري نتاع بروموسيون. البري نتاع بروموسيون ما هوش هو اللي نبيع بيه هنا في تونس راهو سبيسيالمون للجربيات التحفونات اللي يعيشك يعيشك يا عزيزتي منى ميرسي بالله. البنات اللي انا ما نجمتش نجاوبهم ولا ما ريتهمش وقت اللي جاوبوني وانا نخدم راني توا اول ما نعلق باش نجاوبكم باريكلي على الميساج تحت الفيديو بالضبط. اوكي البنات توا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. توا نحاول برشا مرات نعمل لكم فيديوهات توا نحاول كل يوم نحاول نهبط لكم فيديوهات لايف ومرحبا بكم في كل وقت. اللي تحب تتعلم ولا اللي تحب تشري ماتير بروميير ولا اي حاجه تتصل بيا مرحبا بكم ما عندنا ما نخبيو احنا كانشي البورسنتاج نتاع فورمي. نخليكم الى اللقاء باي باي. انا ما نجمش نعلق عليكم كان ما نحي لي غون ونحط هذيا في الكونجيلاتور دونك باي باي. بونجور مرحبا بكم مازلنا بكري بكري الصباح مازالت الشمس ما زرقتش قمنا نخدموا شوفوا الكريم تاعنا ما احلاها. تو باش نحطولها هذايا المشا اللي شفناه البارح مع بعضنا في اللايف باش نحطوه هكا هوني هذايا باش ينقص شويه من الشعور بالحاجه انها مزيبه طريف هكا وباش نحطولها اوبا باش نحطولها روح لافوكا اللي حكينا عليها روح لافوكا باش تخليها ريحتها بنينه اوبا صاي تو باش نحركوها شويه باش تدخل فيها روح لافوكا وشويه المشاء وتولي كريمتنا حاضره ندهنوا بها وين نحبوا احنا على كامل الجسد والشعر.